نقول مقاديره عندي 150 جرام من الزبده، 150 جرام من الزبده و250 جرام سكر باودر، يبقى 150 جرام زبده و250 جرام سكر باودر و150 جرام شوكولاته مبشوره. انا بشيلها وحاططها في الثلاجه عشان الشوكولاته المبشوره دي ممكن تسيح، ممكن تسيح. برافو عليك يا رشدي. وبعدين اهو عندي كمان عدد 2 بيضه ومعلقه فانيليا ومعلقتين كاكاو ومعلقه من القهوه المركزه، القهوه المركزه الجبنه الكريمي دي في الاخر، الجبنه الكريمي دي في الاخر، معلقه من القهوه المركزه، يعني يا ريت نشيلها نخليها في الاخر عشان تركيبتها كده هتبقى ورا عشان اقول ليه دي في الحشوه. ماشي. معلقه من القهوه المركزه سريعه الذوبان، هندوبها في معلقتين من اللبن او معلقه لبن، وكل ده هنحطه مع بعضه مع قد ايه بقى دقيق، مع قد ايه دقيق، مع 250 جرام من الدقيق، وهنجملها بالكريز. يبقى انا بس طبعا الحشوه برضو جايه كريم شانتيه وجايه سكر بودر، هنحطهم في الاخر. نقول تاني عشان بس ما يحصلش لخبطه، عندي 150 جرام من الزبده و250 جرام من السكر الباودر و150 جرام شوكولاته مبشوره، شوكولاته مبشوره، وعندي 2 بيضه ومعلقه فانيليا ومعلقتين كاكاو و250 جرام دقيق ومعلقه قهوه مركزه ومعلقه لبن. وبعدين الحشوه بقى، كوبايه من الجبنه الكريمي ونص كوبايه سكر بودره ونص كوبايه كريم شانتيه، تاني كوبايه من الجبنه الكريمي ونص كوبايه من الكريم شانتيه ونص كوبايه سكر باودر. هنشتغل مع بعض، ناخد بس ايه الكيتشن ماشين ده هنا، نجيب ده هنا عشان هنشتغل فيه، وده هنشتغل فيه، هنشتغل في الاثنين، هنشتغل في الاثنين. اول حاجه هناخد الزبده اهو، فضيها، والسكر الباودر 250 جرام، ونرفع الكف ده ونحط الكف البلاستيك علشان خاطر يجيب لي الحروف اهو. لو ما عنديش غير ده هشتغل بيه عادي، لكن ده بيجيب الحروف اسرع يعني. يبقى هنرفع دي ونحط دي كده وننزل بقى ونشغل الاثنين مع بعض. يبقى انا حطيت هنا سكر بودره، حطيت عليه ايه؟ الزبده. هنخفقهم مع بعض شويه، نزود السرعه شويه عشان تدوب اسرع، عشان تدوب اسرع. يبقى احنا كده زي ما بنقول حطينا السكر بودره وحطينا كمان الزبده. وبعدين هنعمل ايه؟ مباشره هناخد البيض، بيضه، ونزود السرعه تاني، وكمان بيضه، ونزود السرعة تاني، ونسيبها لغاية ما تتجانس مع بعضها، تتجانس مع بعضها وتختلط مع بعضها. وبعدين اهو نعمل ايه تاني بالراحة خالص. في نفس الوقت هنجيب هنا المضرب السلك في العجان ده اهو، ونرفع الكف ده، شايفين هنرفع الكف ده اهو. ليه؟ لان انا هعمل الخليط التاني بتاع الحشوة. نرفع دي كده وبعدين نحط دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب بقى زي ما قلنا نص كوبايه من الجبنه الكريمي، كوبايه كامله من الجبنه الكريمي اهي، عليها نص كوبايه من الكريم شانتيه باودر، وعليها نص كوبايه من السكر الباودر، ونخلط ده كله مع بعضه طيب. يبقى انا عندي هنا بعمل الحشوه وعندي هنا بعمل الخليط بتاعنا، وصلنا لغايه هنا الزبده والسكر والدقيق والفانيليا اهي، الفانيليا. وبعدين هنخلط الكاكاو مع الدقيق، هنخلط الكاكاو مع الدقيق مع الدقيق، ونروح نحطهم مع بعض، وهندوب معلقه اللبن مع القهوه المركزه، ندوب معلقه اللبن مع القهوه المركزه. تاني هذكركم خلطنا زي ما قلنا الكاكاو مع الدقيق والقهوه المركزه اهي. يا مدام هاله، يا اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وتعود عليك الايام بخير يا رب. يا رب علينا جميعا، وصوت حضرتك وحشني. الله يخليك يا شيف يسري. يا رب يخليك يا رب. تسلم ايدك على الحاجات الجميله يا شيف يسري. ده من ذوقك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. ربنا يخليك.
شوفي كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. بالنسبه للحشوه اللي حضرتك عاملها دلوقتي للبسكوت اللي حضرتك عامله، هل ممكن نحط مكانها مثلا شوكولاته قابله للدهن؟ ممكن شوكولاته، انا هغطيها بشوكولاته على الوش. لا من جوه الحشو، من جوه عايزه تحط شوكولاته؟ ممكن شوكولاته قابله للدهن. ممكن الشوكولاته السائل اللي هي بتتباع في برطمانات. تنفع. تنفع يا مدام هاله. الو، طيب حاولي تكلمينها تاني وهي تنفع نحط لها الشوكولاته. هنرجع تاني هنا خلاص، زي ما قلنا حطينا الزبده وحطينا السكر باودر وحطيت عليها القهوه المركزه مع معلقه اللبن والبيض والفانيليا، وهحط الشوكولاته المبشوره. نزل عليها الشوكولاته المبشوره، وبعدين ناقص عندي الكاكاو والدقيق. نرفع كده، نرفع بالراحه، حط الكاكاو والدقيق مره واحده دفعه واحده ونقلبهم مع بعض تقليبه. يعني ايه تقليبه؟ يعني انا عايز ده الخليط ده يختلط مع بعضه وينسجم ويبقى هش وبيكسر معايا وما يعملش عرق، ما يعرقش اهو. طيب خلاص كده، خلاص اهو. وبعدين الخليط بتاعنا هوريه لكم اهو. يلا نرفع دي ونوريكم شكل العجينه بتاعتنا. شكل العجينه شايفين العجينه لزجه دلوقتي، فبعمل فيها ايه؟ باخدها احطها في الثلاجه لغايه ما تتماسك شويه او ترتاح شويه، بتبقى بالشكل ده. انا مخلي حته هنا، نجيب شويه دقيق هنفرد عليه وهنقطعها دواير وندخلها الفرن. عايز شويه دقيق والفرمه، شايفين ده شكلها اهي. حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر حاضر، ما تقلقش. لا ما تقلقش، ما تقلقش خالص. حبيبي اهو. نرجع كده هنا، بنفرد العجينه دي عشان خاطر احنا حطيناها مرتاحه في التلاجة، والحشوه دي اتجمدت معانا، هرفعها اوريها لكم. شايفين عامله ازاي؟ يا سلام، شايفين؟ هي ده كده، صح الصح كده، الحشوه بتاعتي صح الصح. طالما عامله عرف الديك او عامله الممقار يبقى كده صح، يبقى ما اجي اجلس بيها او احشيها تبقى معايا صح. خلاص الحشوه عباها في الكيس بتاع الكيس بالبلبله، وبعدين نعمل ايه دلوقتي؟ هنفرد بس العجينه، اوريهم شكلها بس. معلش يا حبيبي الله يخليك. نص دقيقه، نص دقيقه تخسر فيها نص دقيقه؟ ده انا اديتك عمري كله. ايوه بغزلك. انت حبيبي يا رشدي الله يخليك. شايفين بنفردها تبقى رقيقه جدا، رقيقه جدا، يعني في ارتفاع ربع سنتي، ربع سنتي اهو. شايفين؟ وبعد كده اقطعها بالقطاعه واحطها فين؟ في الصينيه، وندخلها تستوي. وبعد ما تستوي معانا الصينيه اهي، بعد ما تستوي معانا هتبقى بالشكل ده. هنقسمها نصين وهنحشيها، ولكن بعد ما نرجع من الفاصل. ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا الممتع والجديد عندنا بعد الفاصل. خليكم